طول عمرنا في برامجنا يعني دايما بنسمع النصيحة، نصيحة ساعات ننصح وساعات نسمع النصيحة للناس بأن هم يقولوا كلام طيب، يعني يبقوا مجاملين، يبقوا محترمين، يبقى كلامهم كله أخلاق، ما يجرحوش حد، ما يأذوش حد، ما يتنمروش على حد، ما يسخروش من حد. القرآن الكريم كان واضح جدا في الكلام اللي بيطلع يعني من الناس، يعني مثل الكلمة الطيبة كشجرة طيبة، ومثل الكلمة الخبيثة كشجرة خبيثة. الحديث الشريف يعني وصل حتى التبسم في وجه أخيك صدقة. كل التوصيات بتقول إن إحنا نتكلم كلام طيب مع إخواننا وحبايبنا وجيراننا، ما نأذيش. الست اللي بتأذي جيرانها كانت في النار. يعني كل الأحاديث وكل القرآن الكريم طول الوقت النصايح مباشرة وواضحة وصريحة في قصة إنه الناس تقول كلام طيب وما تأذيش غيرها بالكلام، وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. يعني كل الحاجات يعني بتوجهنا لطريق واحد. طيب، إنما مش دايما بنتكلم عن المكانة بتاعت الناس دي في الآخرة. يعني مكانة الناس اللي بيتكلموا كلمة طيبة في الآخرة مكانتهم إيه؟ هيبقوا فين؟ ربنا يحاسبهم إزاي على الكلمة الطيبة دي؟ ومكانة الناس اللي بيقولوا كلمة خبيثة لغيرهم وبيأذوا غيرهم هتكون فين؟ فالنهاردة هنتكلم عن مكانة أصحاب الكلمة الطيبة يوم القيامة مع فضيلة الشيخ أحمد الصباغ. إزاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ حضرتك يا فندم، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. وكعادتنا مرحبا بكم في برنامجكم اسأل مع دعاء. ده لازم، دي العلامة. وصلي على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا النبي المبارك. نبدأ بحديث النبي على طول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم عن يمين، والحديث بسند جيد، رواه الطبراني بسند جيد. قال صلى الله عليه وسلم عن يمين الرحمن يوم القيامة رجال. ولما النبي يقول رجال، ذكر الرجال في الأحاديث للتغليب، ولكن النساء إيه؟ النساء معاهم يعني. القصة يعني كلام جميل. عن يمين الرحمن، أما تبقي حضرتك ساكنة جنب فلان أو علان، تقول ده أنا ساكنة في الكومباوند الفلاني جنب فلان، محدش قدك. طب لما نبقى ساكنين جنب سيدنا النبي، أهو. طب لما نبقى بقى جنب الله، شوف المكانة فين، بصوا شوف الكلمة الطيبة فين. إن الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يمين الرحمن يوم القيامة رجال من أمتي يغشى بياض وجوههم أنظار الناس يوم القيامة. نترجم، من شدة البياض ونور الوجه بتاعهم يوم القيامة هيبقى مزغلل في عين الناس. الله. كلام جميل. ليسوا بأنبياء ولا شهداء. الله، لنا لا أنبياء ولا شهداء. أمال يا رسول الله؟ قال يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من الرحمن جل جلاله. يغبطهم يعني إيه؟ يتمنى الأنبياء أن يكونوا مكانهم، يتمنى الشهداء أن يكونوا مكانهم. يعني مكانتهم هتبقى سابقة الأنبياء والشهداء بنص الحديث. فالصحابة قالوا من هم يا رسول الله؟ الله 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 الله. الشيء الملفت إن النبي ما قالش اللي بيصلوا ولا اللي بيزكوا ولا اللي بيحجوا ولا اللي بيعبدوا ولا اللي بيقيموا الليل، مين دول يا رسول الله؟ قال هم جماع من نوازع القبائل. وفي رواية نوازغ، جماع يعني مجموعة أو جماعة. من نوازع القبائل يعني مش قرايب ولا من أسرة واحدة، من أنا واحدة. خير يا رسول الله؟ هم جماع من نوازع القبائل يجتمعون على ذكر الله ينتقون. ده الشاهد بقى، خدي بالك من كلمة إيه؟ ينتقون، حاجة قدامهم بينقوا منها. عارفة الست بتروح تنقي قوطة من السوق أو تنقي خضار، أحلى حاجة. الله يفتح عليك. ينتقون أطايب الكلام. الله، مش طيب، أطايب. عارفة الأطايب يعني إيه؟ في طيب وفي أطيب. طيب دي صفة، إنما أطيب دي بيقولوا إيه؟ صيغة مبالغة، أفعل تفضيل. بنقوله مثلا أعزكم الله سين طويل، لكن بنقوله صاد أطول، يبقى في الاتنين طوال بس. فسيدنا النبي بيقول إيه؟ ينتقون مش طيب، أطايب الكلام. شوف الكلمة جميلة إزاي؟ خير. كما ينتقي آكل التمر أطايب التمر. واحد قدامه طبق بلح وبينقي البلح المستوية، بينقي البلح الجميلة. أهم دول كمان بينقوا من الكلمة الإيه؟ مش الطيبة، لا، الكلمة
الأطيب. دي كانت مكانتهم فين يا دعاء هانم يوم القيامة؟ عن يمين الرحمن. والأنبياء والشهداء يوم القيامة يقولوا يا ريتنا مكانه. أهو دول اللي بينقوا أطيب الكلام. طب الجماعة اللي بيتكلموا بقى بأخبث الكلام، الكلمة الخبيثة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، تصوري أن صحابيا مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مركزة معايا؟ واحد من، وخذي بالك، واحد من الصحابة يعني مكانته إيه؟ كبير، كبير قوي. فبشره الصحابة بالجنة، قالوا هنيئا لك الجنة. وطالما الصحابة قالوا لفلان اللي مات ده هنيئا لك الجنة، يبقى الشهادة دي مش من إيه؟ مش من فراغ، مش من فراغ. الله يفتح عليك. سمعهم سيدنا النبي، صحابي مات وصحابة بيشهدوا له، مش من فراغ. النبي سامع وقاعد في الموقف، عارف النبي قال إيه؟ قال لهم وما يدريكم، بتبشروا بالجنة وفرحانين بلي، وما يدريكم ليه يا رسول الله؟ الله الله، ما قالش لعله لم يصلي أو لعله لم يزكي. كانت المفاجأة اللي صدمتني أنا شخصيا صدمة. قال لهم وما يدريكم لعله قد تكلم فيما لا يعنيه أو منع ما لا ينقصه. نترجم يعني دخل في كلام ما يلزموش، ما يخصوش، تكلم في أعراض، تكلم في غيبة، تكلم في نميمة، أو منع ما لا ينقصه. يعني إيه؟ عنده حاجات زيادة من طعام أو لباس أو غيره ومنعها وبخل بها عن هي دي منع ما لا ينقصه. واحد معاه 1,000,000 جنيه مش هين عليه يطلع 200-300 جنيه.